الأولى. سوتشر، ما تعرفون السوتشر هو يعني الخيط اللي نستخدمه بالعمليات في غلق الجروح، ونستخدمه بالنسبة للبلاستيك سيرجين مثل بالسكن جرافت أو الفلاب في غلق أي جرح، حتى إلى أن يصير عنده وود هيلينج ممكن ريموفل، وممكن لأن مرات نستخدمه أصلا انترا the skin يعني for مثلا hernia repair for muscle for intestine إلى آخره، وبها أنواع. ولازم يكون يعني كبيسك أوف سيرجري يكون ملمين في أنواعها واستخداماتها وبعض المعلومات اللي تكون موجودة خصوصا للأشياء الكومن يعني الموجودة عادة في صالات العمليات اللي عندنا. أكو يعني أشياء هي بال حديثة حاليا صارت تستخدم بكثرة. كمقدمة يعني السوتشرز هي استخدمت تقريبا 3000 سنة قبل الميلاد، كانت عبارة عن ثور نيدلز أو أديزف لاينز يعني فد أشياء لاصقة، وبعدين الهنود استخدموا الهورس هير قطن والليثر سوتشرز. في القرن التاسع عشر بدأت استخدامات السوتشرز اللي موجودة إلى حد الآن مثل السلك كاتجت صارت هي اللي تستخدم لأنه كان ممكن تعقيمها. حديثا صارت دخلت المركبات اللي يسمونها بوليمتريك أو سينثيتيك سوتشرز اللي مميزات أنه يسوي مينيمال تشو رياكشن أو مينيمال انفلاماتري رياكشن. حتى نختار السوتشرز ماتيريال يعني ببالنا فد كاركترستيك معينة موجودة بالسوتشرز اللي يعني مثلا تكون أبزوربابل أو أبزوربابل، مثلا هاي صورة رئيسية إضافة إلى يعني عوامل أخرى اللي تشمل لنا القوة الخيط يعني يعني راح يقدر يمسك الأنسجة اللي احنا راح نخيطها، مثلا لازم يكون أقوى من النسيج اللي احنا راح نخيط حتى يصير عندنا كت ثرو السكيور نوت يعني كم عقدة يحتاج حتى يثبت حتى لا يفلت الخيط. يعني سرعة مالتنا بالسرج يحتاج انه مثلا اكون سريع مرات اذا انا متأني، يعني كل هاي تفرق باختيار السوتشر تايب. يعني اكو خيوط تكون easier to handle اكو difficult to handle، فهاي العوامل لازم تكون ببالنا دائما. التشوري اكشن مثل ما قلنا قبل شوي اكو خيوط تسوي لنا يعني تشوري اكشن، يكون عندنا من يكون عندنا رياكشن معناها risk of infection ممكن يكون مثل عندنا مثل السلك سوتشر اكو بيرسك. الكونديشن اوف سوتشر تشوف مثل ما قلنا اذا كان contaminated اذا كان dirty او كان clean هم تفرق في اختيار السوتشرز. تصنيف السوتشر ماتيريال يعني هو بصورة عامة تقسم الى نون ابزوربابل اللي هي مذوب وتطول بالمريض مثلا نحتاج لفترة طويلة تكون موجودة الخيوط، او تكون ابزوربابل. هذا التقسيم الرئيسي. يبقى كل جروب نون ابزوربابل او ابزوربابل هم ينقسم قسمين الى ناتشرال وساينثيتيك. اوكي، فبالنسبة لل نن ابزوربابل سوتشرز عندنا الناتشرال اللي هي اهمها السلك، والسلك يعني مهم يعني ليش؟ لانه موجود ونحتاج دائما كثرة بكثير من الحالات. السلك سوتشر ممكن يكون بريدد او توستد. بريدد يعني شلون نقول مجذل، خلينا نقول توستد يعني ملوي ملتي فيلمنت، عادة يكون كوتيد وذ واكس اور سيليكون اور ان كوتيد ايزي تو هاندل. العفو. لا دكتور الظاهر واحد مفتح ماك او غلط. اوكي كمل. نعم دكتور. اوكي السلك سوتشر والميزات انه يكون يعني إضافة إلى الخواص الفيزيائية اللي موجودة يعني جيد يطول والتساهل سترينغث إلى هاي الأشياء اللي تعرفوها، من الخواص أنه يكون يعني اللي نختاره أكثر شيء لأنه هو قوي
تكون easily to handle. يعني شنو؟ يعني مثلا هسه راح تاخذون بعد شويه اللخ النايلون مثلا سوتشر يكون يعني مرونته عاليه، يعني شلون ما تلوي او يعني مثلا السوتشر يحب يرجع الى وضعه الطبيعي، بينما السلك لا يعني ما بي كلش مرونه قويه، يعني شلون ما تريده مالي والله سهوله. ثاني شيء ما يحتاج عقد هواي حتى يثبت، يعني عقدتين بالسلك كافي انه يكون ستيبل وسيف. اوكي بس الميزات السلبيه اللي بيه انه يكون هاي تيشو رياكشن ويكون بي ريسك اوف انفكشن، فهاي من الاشياء اللي مزعجه بالسلك. بس بصوره عامه هو كلش مهم لانه نستخدمه كثير في عده حالات. الكونترا انديكيشن مثل ما قلنا يعني بالباسكولار بروثيسيس بالتشو اللي ريكواير برونج، يعني هو يفقد مثل ما مكتوب هنا يعني بعد الست اشهر يفقد القوه مالته، بس التشو مثل هيرني ريبير او هالشكل ما يصير نستخدمه، بس بصوره عامه هو ان ابزوربل يعني يطول، بس تحتاج يعني فيري لونج ابروكسيميشن ما نستخدمه. ليش؟ لانه بيرسك اوف انفكشن. اليوزز اتن سكن كلوجر ليجيشن، يعني حاليا بدت بعض يتجنبوه على مود مثل ما قلنا تشو رياكشن اللي يسوي لنا انفلاميشن وريسك اوف انفكشن، بس احنا حاليا نستخدمه كثير. ليش؟ قلنا لانه هو ايزلي ماليبل او يعني بسهوله ممكن ما يضوجنا بالسوتشرنج، وهاي وعقدتين كافيه. وبنحتاج مثلا رب السيرجري خصوصا مثلا بالسكالب بالسكن جرافت نختار السلك. لينين هو هذا سوتشرز انا اقراه بس ما شايفه صراحه صارت العمليات. تويستد جوز يستخدم غير فروع، بس المهم احنا ناخذ الاشياء بصوره عامه. يكون النوع مالته تويستد يكون سترونجر وين ويت، يعني بالتعرض للرطوبة يكون أكثر قوة. لوز 60% of its strength in 6 months. Remain encapsulated in body tissue. Moderate tissue reaction. Contraindication هم نفس السلك تقريبا ببعض الخواص من عنده، يعني tissue reaction moderate شوي أقل، بس هم contraindicated vascular prosthesis. يستخدم بالليجيشن والجي اي تي سيرجري، هو حاليا ما يستخدم. الساينثيتيك من النون ابزوربابل عندنا الستينلس ستيل اللي تعرفون انتم الستينلس ستيل اللي هو عباره عن مركب تكون من ايرون نيكل وكروميوم، وهم يكون مونو او ملتي فيلمنت. بور هاندلنج ليش؟ لانه يكون تقريبا مثل السيم، يعني سوتشر بس عبارة عن تقريبا تعرفون شو السيم اللي موجود بالواير، يعني معدني، فأكيد بور هاندلينج. التنسايل سترينث مالته كلش قوي، يعني هو بعد ستينلس ستيل. الابزوربشن ما يصير بي، ما بي ابزوربشن، ما بي تشو رياكشن. وكونترا انديكيتد اذا واحد عنده سنسيفيتي تو نيكل، لان تعرفون هو احد الاجزاء المركب مع ستينلس ستيل، ويكون بخواص التمغنط او المغناطيسيه، ولذلك يعني يكون اذا تستخدم ام ار اي راح يسوي لك يعني بلوك ذا بيكتشر. اوكي واستخداماته بالبون سيرجري ستيرنوتومي بالليجوم سيرجري. احنا بالبلاستيك مثلا نستخدمه اكثر شيء بالعمليات مال الميديال كانثس، المرات مخيط التندون تعرفون الميديال كانثس اللي يكون عندك الابر ايلد واللور ايلد تكون بيهم اللي يسمون الكانثل تندون، وبعدين يرتبطون بالميديال كانثس. مرات بنسوي ريكونستراكشن او بحالات يسموها تيلي كانثس ممكن نستخدم الستينلس ستيل، ومرات نستخدم برولي. نايلون سوتشر هم كلش مهم، انواع مونو فيلمنت ملتي فيلمنت هم بريدد، ومرات يكون مصبوغ يعني مثلا بالوان معينه عاده يعني الازرق
الماتيريال مالته يكون بولي اميد بوليمر، يعني الماده الكيميائيه. هو هذا النايلون يتميز انه هو سترونج اند سموث، يعني بسهوله مثلا يدخل بالسكن وغيرها من التشوز. التنسايل سترينث تقريبا يعني يخسر 15 الى 20% من القوه مالته خلال سنه. الابزوربشن مالته تقريبا خلال سنتين. التشو رياكشن كلش قليل، وهاي من احسن ميزات النايلون اللي تخلينا نستخدمه، انه التشو رياكشن مالته قليل، ما بي كونترا انديكيشن تقريبا الا مثلا مرات مثلا يعني مو كونترا انديكيشن، بس مرات مثلا ما نستخدمه مثلا نحتاج ابزوربل سوتشرز مكان معين فما نستخدم نايلون 1، نعرف انه راح يطول. استخداماته كلش واسعه، كوتينيوس سيرجري، بلاستيك اوف ثالمك سيرجري، الجنرال سيرجري، تقريبا كل البرانش اوف سيرجري تحتاج نايلون سوتشرز. البولي استر هم هذا نوع من السوتشرز بهم مونو مالتي فيلمنت، هم تقريبا يعني التنسايل سترينث مالته ما يخسرها، ما بي ابزوربشن يبقى موجود، تشو رياكشن مالته فيري لو، وهم تقريبا نفس النايلون ما بي كونترا انديكيشن، ويستخدم الكارديو فاسكولار سيرجري او ثالمك سيرجري وكل انواع تقريبا السيرجري، اكسلنت فور فيشل كلوجر. بس اتصور لانه كوستي او هاي يعني قليل نشوفه بالصالات العمليات اللي عندنا حاليا. بولي برولين اللي هو احنا يعني بالعامية نقول عليه برولين، بالكم اللي يعني بالصالات العمليات برولين اكيد سامعين به، وهم هذا كلش مهم لانه هم يعني موجود النايلون والبرولين عادة يتبادلون الادوار. البرولين يكون مفضل يعني بالنسبة لنا كبلاستيك سيرجري، وعادة يكون سعره اكثر من النايلون، يكون عادة مونوفيلمت، ويكون هم بألوان، وعادة الأزرق أكثر شيء، مرات يكون غير ألوان. المادة ما تسموها بوليمر أو بولي أو برولين أو برو أو بروبيلين اللي يعني وذاك يأخذ الاسم مالته، إحنا عامية نسميه برولين اختصارا. نفس الشيء يعني يكون أقوى من النايلون، يعني تشو سترينث مالته ما يخسرها، والابزوربشن مالته كلش قليل، وما بهم تشو رياكشن، وهم ما بي كونترا انديكيشن، ومن يعني شخصيا انا كلش افضل البرولين، ويستخدم كل انواع السيرجر تقريبا. الابزوربابل سوتشرز النوع الثاني من السوتشرز اللي يعني هذه اللي راح تذوب خلال فتره حسب نوع السوتشرز. أقدم هالأنواع وما زال موجود اللي هو الكات جت، اللي يعني من يستخرجوا من أمعاء الحيوانات بعد تعقيمها، وهذه بس يبقى إنه بي ريسك أوف برايون ترانسميشن، يعني ممكن يسوي لنا إنفكشن. Let's avoid discomfort of suture removal، يعني شنو يعني مرات مثلا عندنا مثلا عملية كليفت ليب، يعني عملية الأطفال مثلا عمره 3 أشهر 4 أشهر يعرفون راح يكون الريتابل، فحتى نتجنب انه نرفع السوتشرز نخلي له مثلا تقريبا خلال 7 أيام هو راح يذوب، حتى ما نحتاج انه نرفع السوتشرز. وبنفس الوقت لازم انه يكون الخياط اللي راح نخيطه مثلا سكن سوتشرز او غيره يكون without tension، لانه اذا تنشن معناها راح يفتح السوتشرز بعد فتره. اكو يسموه بلين كات جت اللي هو مثل ما قلنا يعني من الليثر شيب كاتل الى اخره. التنسايل سترينث مالته لوس ويذن 7 to 10 days مثل ما قلنا، والابزوربشن ريت باي فاجوسايتوس زايماتيك ديجريديشن. وصلنا مثل ما قلنا ابزوربابل سوتشر، كنت وياي مو؟ نعم دكتور، لحد البلين. اي اوكي، ابزوربل سوتشر مثل ما قلنا بي ناتشرال، وقلنا اول مثال هو الكات جت اللي قلنا تقريبا من السوتشرز اللي نتقرن 19 تستخدم، وقلنا بي نوعين البلين كات جت اللي يعني
طول تقريبا اسبوع او اكثر بشويه، ويعني الذوبان مالته ابزوربشن يكون بالفاجوسايتوسيس والانزيماتيك ديجريديشن، والتشو رياكشن مالته فيري هايلي ان اورجانيك ماتيريال. ومثل ما قلنا الكونترا انديكيشن بالستولي هيل تشو بالتشو ريكوير برونك سبورت، يستخدم الليجيشن اوف سوبرفيشال فيزلز سبكوتينيوس تشو والستوما. الكروميك كات جت اللي يكون تاند وذ كروميوم سولت شويه قوي اكثر، فيكون يعني لوست الستريكت مالته تقريبا من 3 اسابيع. الابزوربشن مالته هم نفس الشيء مثل الكات جت بس يطول اكثر. التشو رياكشن مالته شويه اقل من البين كات جت، وتقريبا كونترا انديكيشن واليوزز نفس الكاد جت. النوع الثاني من الابزوربابل سوتشرز اللي هي الساينثيتيك الصناعيه، اللي هي اهم نوع من عندها الفكريل او الفايكريل او يسموه البولي جلاكتين. اذا قلنا بولي جلاكتين او فايكريل هو نفس المعنى ماشي، بس احنا بالصالات عاده نقول فايكريل او فكريل. التايبس مالته بريدد مالتي فيلمنت يكون، وذاك العقده مالته هم تقريبا بعد السلكج الفكريل يعني بسرعه يعقد، بس بالرطوبه يعني مرات نقول احنا اصطلاحا يلوز يعني يفقد ال يعني ينطي نفسه خلينا نقول، ولذلك يعني مرات اللح عليه بالسوتشرز بالعقدات. يعني الماده مالته يسموها كوبوليمر اوف لاكتيك of lacted coated with polyglactin. المهم هو polyglactin. The size strength 60% بالأسبوعين، بعدين يبدي يفقد الباقي من القوة مالته. يعني البكريل أقوى من الكاتجت بصورة عامة. نستخدمه احنا مثلا بعمليات الهايبوسبيدياس، مرات حتى مثلا قلنا بالكليفت ليب، ويعني الكاتجت نادر نشوفه بالعمليات، بس الفكريل عادة متوفر. فمن نحتاج انه ما نرفع السوتشرز مثلا بالاطفال، هاي حاليا نستخدم الفكريل. التشو رياكشن موجود بس قليل. الكونترا انديكيشن نفس كل الابزوربابل سوتشرز، يعني كل الابزوربابل سوتشرز حتى تسهيل لكم، انه هي كونترا انديكيتد ان تشو ريكواير ذا لونج ابروكسيميشن، او اللي بيها راح تتوقع بيها برولونج تنشن. اوكي، يستخدم بالليجيشن بالجي اي تي سيرجري الاوفثالميك وند كلوجر بلاستيك سيرجري، تقريبا كل البراتشات تستخدم الفكريل. بوليجلايكونيت الماكسون هذا هم نوع اوف ساينثيتيك ابزوربابل سوتش، يكون مونوفيلمنت تسايس 70% خلال اسبوعين. يعني هم الابزوربشن بال هيدروليسز، وتقريبا كله يكون ذايب خلال 180 يوم، يعني اكثر من الفكريل. هم بتشو رياكشن بس قليل، ونفس الكونترا انديكيشن قلناها قبل شويه. وهو يستخدم الترناتيف تو فكريل عند بي دي اس. البي دي اس راح ناخذه ان شاء الله. البوليجلايكوليك اسيد اللي هو الدكسون، يعني عاده إذا ما عندنا دكسون نستخدم فكريل، ما عندنا فكريل نستخدم دكسون. يكون هم بريدد مولتي فيلمنت 20% ربين آت 3 ويكس، يعني تقريبا يذوب تقريبا خلال شهر أو أقل. الأبزوربشن هم بالهايدروليسز. الترشو رياكشن أقل شوية من الفكريل، ونفس الشيء كونترا انديكيشن للأبزوربابل سوتشرز البقية. بوليديكسانون البي دي اس، يعني هذا شويه يعني انا يعني من الناس اللي يعتبره اللي هو بين الابزوربابل والنن ابزوربابل، يعني هو ابزوربابل بس يطول اكثر، يعني تقريبا يعني هنا يقول لك مثلا يبقى 8 اسابيع، انا اشوفه يطول اكثر.
البي دي اس او البوليديكسانون، وهم يعني من انواع السوتشرز المهمه. التشو ريأكشن مالته قليل، ومن هو مونوفيلمنت مثل البقيه مثل البكريل، وهاي يكون بريدد. فهذا البي دي اس يكون سموث، يعني مثلا بالراينوبلاستي نستخدم البي دي اس على مود يعني مثلا تثبيت الكارتليج، فيعني من ندخل بالكارتليج يكون سموث. البكريل شويه مزعج يعني، فالبي دي اس مفضل يكون عندنا ببعض الحالات. كونترا انديكيشن هارت فالف، ويستخدم مثل بقيه الابزوربل سوتشرز. شو هنا ما قلنا مثلا كونترا انديكيشن بالتشو اللي تحتاج برولونج ابروكسيميشن، لانه هو اصلا شويه يطول يعني، فنتوقع انه مرات حتى نستخدمه الى ان يصير الهيلنج، يعني مو مثل ما نعامله معامله الفكريل او الكادجت وغيرها. البي دي اس ابزوربل بس يطول اكثر. هاي انواع النيدلز اللي تستخدم بالسوتشرات، اكو يعني ربع دائره، اكو ثلاث اثمان والى اخره، واكو تكون كيرفد، واكو ستريت، ويعني كاركترستك حسب الاستخدامات اللي احنا ممكن نحتاجها في اي برانش او سيرجري. يعني عاده اللي نستخدمه احنا اللي يكون يعني هاي النوع، او الهالف سيركل، او الكيرفد، او ستريت. بقية الأنواع يعني هم موجودة، بس ممكن بالبرانشات الأخرى بصير شيء. الستيبلز هي الكابسة اللي احنا بالبلاستيك سيرجري مثلا دائما نستخدمها بالسكن جرافت، يعني دائما عندنا عملية لازم يكون عندنا الستيبلز. ممكن انه ماكو ستيبلز يعني ماكو كابسات ناخذ بالسوتشرز، بس شنو راح نطول اكثر. فليميز الستيبلز تكون سريعة، وهاي كل يعني عمليات يحتاج يعني سوتشرنج كثير، او الووند كلش طويل، فممكن على السريع كمل بالستيبلز. ويستخدموا يعني ايضا كملي بالجاستريك مثلا سيرجري، خصوصا عمليات السمنه وغيرها، قص المعده يسمونها. الفوائد مالته انه يكون سترونج بريدكتبل سوتشر لاين، مينيمال تيشو نيكروسيس، اكسس ديفيكولت اريا، تايم سيفينج، وهاي كلش مهمه. الديس ادفانتج مالت انه يكون ديسبوزبل، يعني استخدام واحد وتنذب، ولذلك هم يكون اكسبنسيف، يعني شويه سعرها يعني غالي، ولا نشوفه مو كلش غالي حاليا، يعني مقبول السعر مالته. اكو عندنا الميتال كليبس، تعرفون الكليبس مثلها، بس يعني تستخدم بالسوتشرات. الادفانتج مالته تقريبا تشبه الستيبلز، والديس ادفانتج هم اكسبنسيف ديسبوزبل، ومرات تسوي لنا سكن ايج اوفرلاب. عندنا اشياء اخرى مثل الجلو اللي هو مثل الصمغ، نخليه على السوتشر لاين، يعني حتى يعني مثلا بالاطفال مرات تستخدم، بس شنو تشترط انه ماكو تنشن حتى ممكن نستخدم الجلو. واكو الستريس ستريبس اللي هي مثل اللاصق، يعني مثل البلاستر خلينا نقول، بس يكون خاص انه ما يسوي الروتيشن، وهم يجمع لنا الجهتين اوف ذا ووند ايج، وهم يعني لازم ماكو تنشن قوي حتى ممكن نخلي ستريس ستريبس. هاي المحاضرة الاولى، اذا حد عنده سؤال. هي محاضرة أكثر شيء يعني لازم تقروها، وتعتمدها مع العمل إذا أنتم مثلا فايتين طوارئ أو شايفين أو يعني مختلطين بالمرضى بالجراحة. إن شاء الله بعدين راح تأخذون عملي وتدخلون العمليات، راح يعني المعلومات اللي شفتوها أو اللي راح تقروها راح تكون مطبقة عمليا، وإن شاء الله ما تنسوها. السوتشرات اللي قلت لكم عليها مهمة، هاي تقروها تهتمون بها، لأنه هاي راح تواجهوها دائما. نروح على المحاضرة الثانية. دكتور. نعم. دكتور قلنا stables تكون disposable، زين بقية ما تكون disposable
بقية السوتشرات يعني من تنشل. يعني هو الستيبل يعني هي الكابس هو يكون معدن وراح يستخدم استخدام واحد وينذب، فراح يكون يعني اكيد السوتشرات البقية هم ديسبوزبل يعني قابل راح يعني نفتحها ونستشر بها مرت اللغة، هي هم ديسبوزبل بس يعني لانه هو يعني اكسبنسيف واستخدام مرة واحدة شلون. والكابسة مو يعني بس يعني شوفي احنا عندنا الكابسة هاي اللي يكبس بيها الورق مثلا، عندك الكابسة وعندك الكلبسات اللي بيها صح؟ نعم. اي الكلبسات اللي بيها والكابسة استخدام واحد، يعني احنا من نفتحها بالعملية استخدمنا هاي الكابسة خلصت الكلبسات مالتها ذبيناها، هاي اللي نقصد بيها الستيبلز مو الكلبسات نفسهم، هذني اكيد ديسبوزبل، بس حتى الكابسة اللي نكبس بيها راح تكون ديسبوزبل. يعني الجهاز اللي يكبس بيه راح ينذب، بدنا نكمل الكلبسات اللي بيه. تمام. على مود شنو؟ على مود الاسترلايزيشن، يعني مو راح نخلي كبسات ونرجع نكبس مرة ثانية، هو يتجي هو كلبسات تكبس وخلص نذبه. تمام. خوش دكتور. اوكي. تمام شكرا جزيلا دكتور. عفوا، هسه راح ندخل على المحاضرة الثانية. تمام دكتور.